أثمرت الجهود المضنية والسنوات المتتابعة نجاحاً وتفوقاً بحضور كبير وجمع غفير من كافة الشخصيات الاجتماعية في حضرموت، وأجواء جميلة هكذا بدت المناسبة. إنه الحصاد، حصاد سنوات من الجهد والمذاكرة وتجاوز للعقبات أثمرت نتائج مبهرة وتفوقا كبيرا. فكان يوم التكريم عرفانا وتقديرا من قبل جامعة حضرموت وبرعاية رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي. طبعا مثل هذه الاحتفاليات أو حفلات التكريم تعطي انطباع جيد وتحفز الطلاب على بذل المزيد من الجهود للحصول على مراكز متقدمة في دراستهم. وبشكل عام يعني الجامعة كل سنة تعمل مثل هذا الحفل للمبرزين أوائل الدفعة، إضافة للحاصلين على مرتبة الشرف في جميع كليات الجامعة. هذه طبعا الدفعة 23 اليوم حفل تكريمها للعام الماضي 2020-2021، وإن شاء الله يعني هذا تعطي دفعة للبقية أنهم يبذلون المزيد من الجهود لتكريمهم، ونتمنى للخريجين كافة التوفيق في حياتهم العملية والعملية. كان يومهم هذا يوم قطف الثمار والتتويج. إنهم الطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية اليمنية والحاصلين على مرتبة الشرف، تسابقوا في ميدان العلم والمعرفة وحققوا أعلى الدرجات واضعين بصمة من نور في دروب العلم. شعور جميل بأن نجني ثمار 4 سنين من التعب والجهد الذي بذلناه، والحمد لله أن احنا توفقنا ووصلنا إلى درجة المرتبة الشرف والتفوق العلمي، وإن شاء الله في قادم الأيام نتوفق بالدرجات العليا إن شاء الله. صراحة شعور رائع جدا، شعور بالفخر والاعتزاز، وأنا واحدة من ضمن المجموعة المكرمة بمرتبة الشرف. الموضوع ما كان سهل أبدا، بس أي حاجة تصير سهلة بالإصرار وبسندة ودعم أهالينا، والحمد لله وصلنا واليوم تكرمنا ضمن دي المجموعة، وأنا جدا مبسوطة بهذا الإنجاز. إن حضرموت خاصة واليمن عامة في أمس الحاجة لعلمهم لترقى مراقي التطور والنهضة ولتنفض عنها غبار الوهن والتخلف. عماد العامري لقناة سهيل الفضائية من المكلا.